أعزائي الأوكرانيون والأوكرانيات، طوال اليوم تقريبا نعمل بشأن القضايا العسكرية والدفاعية. لقد عقد اليوم المنتدى الثاني للصناعة الدفاعية في كييف، والذي شارك فيه أكثر من 30 دولة ونحو 300 شركة أوكرانية وأجنبية رائدة. شاركت شركات الدفاع من جميع أنحاء العالم المهتمة بالتعاون معنا ومع قطاعنا الدفاعي، وتم تنفيذ بعض الاتفاقيات سواء فيما يتعلق بالاستثمار في الإنتاج الدفاعي في أوكرانيا، ويتم إعداد المزيد، وتنتج أوكرانيا أسلحة للمرة الأولى، وهي قذائف عيار 155، وطائرات دون طيار بعيدة المدى، والزوارق المسيرة البحرية، وننشئ قاعدة جديدة للمركبات المدرعة الغربية، وهي مختصة للإصلاح والصيانة، كما ونعمل على تطوير برنامجنا الصاروخي، والآن من المهم جدا تسريع كل هذا، وأنا ممتن لكل من يتفهم ذلك. اليوم عقدت اجتماعات مع القيادات العسكرية، مع القائد سيرسكي ورئيس الأركان العامة بارجليفيتش، حول احتياجات ألويتنا والوضع في الخطوط الأمامية. ناقشنا الذي يمكن لشركائنا في المستقبل القريب تقديمه، وكان هناك تقرير منفصل مع رئيس الاستخبارات بودانوف ووزير الدفاع عميروف حول كيفية تقييم استخباراتنا لعمليات هذا العام والنوايا الروسية وللرد عليها. اليوم كان هناك أيضا تقرير لرئيس الوزراء شميهال حول قطاع الطاقة وواردات الكهرباء إلى أوكرانيا، والاتفاقيات مع الشركاء والوضع المالي للبلاد والأشياء التي من شأنها ضمان الاستقرار لهذا العام. نحن نعمل على تسريع قرار شركائنا بشأن أموال الأصول الروسية. إن الشعور بالعدالة بأن الأصول الروسية يجب أن تعمل للدفاع ضد العدوان الروسي هو أمر مشترك بين جميع شركائنا، ونحن في حاجة إلى آلية مشتركة وفعالة، وهذا لن يساهم فقط في تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود، بل سيجلب أيضا الشعور الصحيح للوضع برمته. نحن في حاجة إلى ضمان جميع عناصر العدالة لأوكرانيا، للبلد الذي هاجمته روسيا بشكل إجرامي، وهذا مهم بالنسبة للجميع في كافة أنحاء العالم، ولكل من يقدر القانون الدولي والنظام العالمي الذي يضمن السلام. أنا أشكر جميع القادة وكل من يدافع عن أوكرانيا واستقلالنا وشعبنا، ومرة أخرى أهنئ المحاربين الأوكرانيين وكل الأبطال في عيد المدافعين. يجب علينا جميعا في أوكرانيا أن نتذكر أن استقلال دولتنا والسيادة الحقيقية لها ووحدتنا مع العالم هي مع من يقاتلون من أجل أوكرانيا، كل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال. المجد لأوكرانيا.